فعلا يا مرهف ملا عندك حق مدهش. ها مرجانة، لما قلتي عايزة بنتي تطل على المحيط طبعا ما كنتيش تتخيلي مكان زي ده، مش كده؟ ها فعلا المية هنا ترد الروح. طلعت قد كلمتي ولا مش قدها؟ قد كلمتها بس مش بالسهل، لان في سمك بهلوان غيرنا كتير كان حيموت على المكان ده. بالظبط، كان طالع من عين كل سمكه منهم. انت مدهش والمكان هنا تحفه. يعني مبسوطه هنا ولا ايه؟ لا 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 لا، مبسوطه قوي قوي مبسوطه. بص يا مرهف، انا عارفه ان المنحدر مدهش وفي مدارس ومنظر جميل وكل حاجه، بس مش البيت كبير علينا شويه؟ مرجانه حبيبتي، هو انت نسيتي ولادنا ولا ايه؟ ها ده من حقهم. اسمعي اسمعي اسمعي، بكره يصحوا ويبصوا بعينهم ويلاقوا حيتان ماشيه جنب شباك اوضتهم. هتصحي الولاد. ايوه معاكي حق. ياه بص دول بيحلموا، لسه لازم نسميهم. عايزه تسميهم كلهم دلوقتي؟ طيب هنسمي الولاد كلهم مرهف ونسمي البنات مرجانه. خلاص اتحل. عايزه اسمي نيمو. نيمو؟ طيب نسمي واحد نيمو بس الباقي كلهم يفضلوا على اسمي. تصور كلها يومين ونبقى بابا وماما. ايوه تفتكري هيحبوني؟ بتهزر؟ لا بجد، دول اكتر من 400 بيضه، اكيد في واحد فيهم هيحبك. ايه فاكره اتقابلنا ازاي؟ بحاول ما افتكرش. انا بقى فاكر. تسمح يا انسه ممكن تشوفي في سنه رغش فيتي ولا لا؟ بصي عليها كويس اصل فيها طعم. بابا جه. انا جيت. هم راحوا فين كلهم؟ مرجانة ادخلي جوه البيت حالا. لا لا يا مرجانة لا، مش هيشوفهم، استخبي انت يلا دلوقتي. لا مرجانة. مرجانة.